يا عمرو بتحضر ايه في 2019؟ رمضان مثلا 2019؟ لا، رمضان 2019 لسه كله كلام، مفيش اي حاجه ليه، لكن احنا بنحضر لايفنت ايامنا الحلوه يوم راس السنه. هنرجع المسرح الغنائي الاستعراضي تاني لمده يوم واحد. حاجه اكسكلوسيف لإيرم؟ دي حاجه اكسكلوسيف لإيرم. طب قول لي يا عمرو بقى، انت مختفي عن السينما؟ مش مختفي، بس هو للاسف انا الحاجات اللي بتجيلي السينما في حاجات ممكن تنفعني وحاجات ممكن ما تنفعنيش، فاللي بينفعني بعمله، اللي ما بينفعنيش ما بعملوش، لان انا دي وجهه نظري برضو. التواجد لمجرد التواجد وخلاص بيضر الممثل بعد كده مش ساعتها، لكن لو جات لي حاجه سينما كويسه طبعا انا اتمنى. يعني انا ممكن اعمل مشهد واحد قدام احمد السقا او كريم عبد العزيز، بس يبقى مشهد ليه بلوف، ليه معنى، ليه لازمه. لكن انا طبعا اتمنى اشتغل مع الناس الكبار، الناس دي سوبر ستار وليهم جمهور جوه مصر وبره مصر.